طيب دونك الاتهامات نقطه نقطه. منير ابراهيم قالت عليك لا كنت قنصل في وقت بن علي. خليها الاخر هذيك يا مثال. اي باهي خليها الاخر هذيك. نبداو بسيرة لا باجيلا اللي قال باجيلا قال العكس. الاعلام هو نفخ في صوته. لا 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 باجيلا اني كانت عندي محطات نضاليه معه وقت قبل وقت بن علي ويعرفوا قال اذا استثنينا سمير الطيب حكى عن الناس الاخرين دونك الحبيب باجيلا لانه صديقي ما عنديش معاه مشكله ويعرفني قبل 14 بعد ذاك. كركار مستحيل. المشكله نتاعي انا سكو انا بين الحوار الوطني والمجلس معناها كي نبدا في الحوار الوطني ما نجمش نكون في المجلس ثم فما نقطه عندنا مشكله مع البوصله تنجم تقاطع لما تقاطع تصويت موقف تقاطع التصويت تعتبر غايب عند البوصله لانه ما يحسبوش على الحضور وما يحسبوا على التصويت وكي تقاطع التصويت واحنا صادفنا انه قطعنا برشا تصويت الاسبوع الفارط فنتحسب غايب بعده. موني ابراهيم دونك الور موني ابراهيم قالت كان قنصل شوف شوف. تصفيق باش نعطيك نفس الاتهام انا نقول له كنت قنصل واحنا نعملوا كل تصفيق كما في مجلس لا يجي موني ابراهيم قالت عليك كنت قنصل في وقت بن علي. ايه شوف استنى عاد ما فهمتش شكون صفق معناتها استناني عاد السيد هنا خدمتهم تصفيق والمجلس التأسيسي مستشار عند السيد مستشار عند لا حاجه باهيه اسمع راه نسب في المجلس التأسيسي مش فيكم لا لا حتى المجلس ما نسبوش تيلام عندنا نقدوا فيه مستشار رئيس الجمهوريه مره قال لي انا كنت نايب عند بن علي ومن بعد قدم اعتذارات وقال لي غلطت راني جلي كونفوندو مع واحد اخر خرجوا لك مره فيديو زاد في تقولش عليك في الشارع اي مره خرجوا لي فيديو قالوا لي في وقت اللي يحتفلوا بانتخابات البلديه في كارتاج قاعد بحث سخ الماطري وقت اللي احنا عاملين ندوه صحفيه المعارضه انه اسقطونا القوائم تاعنا في الانتخابات البلديه ما نجمش نكون ندد باسقاط القوائم تاعنا في نفس الوقت نكون مع ساخ الماطري اللي عمري ما قابلته وعمري ما حطيت ساقي. شنو الاخرى؟ قنصل. الور قنصل انا كنت موظف في وزاره الخارجيه ما نجحت كما التوانسه الكل وقت بورقيبه عديت كونكور رغم اللي كنت في الجامعه معارض عديت كونكور ونجحت كنت بارمي لي برومي وخدمت في وزاره الخارجيه ثم تبعثت في وظيفه في قنصليه تونس في ستراسبور كموظف. خدمت مع زوز قناصله معناها نجم نذكرهم سي هاشم بن عاشور الله يذكره بالخير وسي المنجي بن عمور كيف كيف وكنت موظف وروحت على روحي لما روحت 7 نوفمبر صارت وانا في ستراسبور استقلت من وزاره الخارجيه وقت اللي راجل غنوشي مازال يقول ربي الفوق وبن علي اللوطه وانا في السنه الجامعيه 89 90 ندرس في كليه حقوق الشخص. حاجه واحده حبيت نقولها للسيده ابراهيم اللي نحترمها ونحترم نضالاتها لان المراه حقيقه تعذبت وتعبت وما نحبش ندخل معها في جدل فقط قالت انا مناضله ونزيهه الى اخره نقول لها باسم النزيهه تثبت امورها كان انا طلعت قنصل في وقت بورقيبه مش وقت بن علي خطوه بن علي مانيش في الخارجيه طلعت انا قنصل انا نستقيل على الملأ من المجلس اما كان نطلع مش انا مش قنصل وهي قالت على الملأ فتستقيل على الملأ هذا هو جو لونس لو ديفي تحت واضح